بالنسبة للمنتخب الوطني الجزائري تأسفنا وتحصرنا لعدم حضوره هنا في المونديال مع المنتخبات الأربعة المشاركة، بالحديث عن المنتخب المغربي، المنتخب السعودي، البلد المنظم دولة قطر، ومنتخب تونس اللي نتمنى لهم كل التوفيق إن شاء الله في مسيرهم. بخصوص منتخبنا وتحصرنا خاصة لما تغيب الجماهير الجزائرية عن هكذا محفل عالمي، كنا نتمنى حضورهم هنا في دولة قطر الشقيقة، دولة مضيافة للأمانة، نتمنى لهم التوفيق في تنظيم هذا الحدث العالمي. غير ذلك كل التوفيق للمنتخب الوطني الجزائري في قادم الاستحقاقات. اللي راهم هنا يحسوا، اللي راهم هنا يحسوا، شوف كي تشوف كاع البلدان هنايا بلي درابو تاعهم وهم رايحين يلعبوا كوب ديمون، تغيضك عمرك تغيضك عمرك. سيرتو ما كاش، سيرتو وصلنا لدقيقة تالية، 10 دقيقة تالية هكا دقيقة من بعد راح الراب تاعنا راح صاير خلاص ما كان والو. ان شاء الله باذن الله يا ربي المونديال الجاي نكون ان شاء الله باذن الله متواجدين. واش راح نقول لك؟ قلبي راه ضرني. زيني يا توانسه خرا خرا، زيني يا توانسه خرا خرا، زيني يا توانسه. منتخب الجزائر ماهوش ابسون ديجا، نحن تونس والجزائر خوا خوا معناتها اشقاء من قبل من الحرب العالميه، دونك وحنا نعوذوا الجزائريين نفرحوا لهم، فرحنا لهم 2019 كي هزوا كوب دافريك وباش يفرحوا معنا في كاليفيكاسيون تاع كوب دو موند، وكل واحد تونس الجزائر المغرب قطر السعوديه العالم العربي كل واحد، كل الشعب الجزائري متاسفين له، لانه هذا الشعب يستاهل باش يكون في هذا المونديال. ظلمونا والله ظلمونا، احنا ممكن هذا الكاس كنا نكونوا فيه بمنافسه قويه جدا، لان عندنا لاعبين مشهورين الحمد لله، وعندنا قائد ممتاز بالماضي الحمد لله يا رب، بس للاسف ما كانت الجزائر. والله احنا الشعب الجزائري انا متحسرين كثير من عدم التاهل، ونتمنى التوفيق لكل المنتخبات العربيه اجمعين، وهذه هي كره القدم، فيها خساره وفيها ربح، وهذا قدر الله والحمد لله، ونتمنى ان شاء الله التوفيق لاشباب الماضي في المباراه القادمه امام منتخب مالي. وان تو ثري فيفا لاجيري. المنتخب الجزائري يعني غيابه مؤسف حقيقه، وقدنا للامانه انكسرنا نحن من داخل، جميع الاشخاص الموجودين سواء كنا اعلاميين او اشخاص ممثلين للاعلام، يعني اليوم نحن ما نشوف المنتخب الجزائري متواجد، شيء محزن 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 للغايه، لكن نتمنى التعويض في المنتخبات العربيه الاربعه الموجوده سواء كان المنتخب التونسي او المنتخب المغربي او السعودي، بالاضافه للمنتخب السعودي انهم يحققون رقم صعب في هذا البطوله، لكن نقول 1 2 3 فيفا لاجيري، المنتخب الجزائري قادر ان ينهض بلاعبينه بقوتهم وبحضورهم وبحماسهم، لهذا دائما خليكم في قلب الحدث، عيشوا معنا الاحداث، لان الحدث العربي هذا يمثل كل جزائري وكل عربي، نفتخر فيكم وافتخروا في المونديال العربي. ناوي انه الجزائر تكون مترشحه بعد للكاس العالم العرس الكروي هذا، لكن نفس الشيء يعني احنا جيران، يعني تونس والجزائر وخيان، يعني حضور غياب في غياب الجزائر، اخواتكم التوانسه جاهزين ان شاء الله، وان شاء الله يكونوا كاليفيه في الدوزيام تور ان شاء الله.